بدأنا موسم الجلسات الخارجية في الاستوديو مع مصممة الديكور الداخلي نور الجابري. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك يا نور. صباحك يا سارة. يا هلا فيك منورتنا. شكرا على الاجواء الحلوة اللي عملتي لنا اياها، كذا فيري كوزي وعلى ترندي، وتحس من جد جلسة خارجية. يبغى لها الموضوع بس كذا برجر وباربيكيو بصراحة. خلينا اول شيء نتكلم على ترند الجلسات الخارجية، هل فيها ليها ترند؟ هل في الوان معينة؟ هلا شوفي، دائما بالجلسات الخارجيه هي بتكون على حسب الذوق، ما في عندك ترند دائما تمشي عليه، بس انه دائما بتحبي كيف بدك، بتحبي تروحي احمر بيج ابيض، الناس دائما صارت بتحب تروح على برايت كولرز، انا بحب الاخضر. أيه؟ فلهيك جبت لك جلسه عملت لك اياها اخضر وجراي. و... انا احب الاخضر كمان. ايه فانا هذا الالواني، في كمان دخل بينك بيربل، يعني شو ما بتحبي لون فيك تروحي معه، بس نحن بنهتم اكثر من انه الجلسه كيف الوانها كيف مقاومتها. ايه بالضبط، لانه بتعرفي نحن بالخليج دائما في عندنا طقسنا مختلف. ما يعني لما بتكون مواصفات اوروبيه لازم تكون مصنعه خصيصا للخليج، فدائما بنطلع على الكواليتي، طريقه الشغل، هل هي مقاومه للحراره للرطوبه. كيف نعرف يعني هل في مثلا اسامي معينه للاقمشه او حتى للمواد لازم ننتبه لها؟ طبعا اكيد. هلا مثلا بالنسبه للاقمشه الخارجيه هي بتكون يا بتكون البوليستر، لانه هي بتتنظف بسهوله وما بتبقى، يعني فيك تشيل معنا البقع، وفيها تكون ماش مقول، يعني انت بتحسيه فابريك قطن بس هو بيكون مقوهات كثير، بيزبط للاوتدور، بتحمل مطر، بتحمل اشعه شمس، بتحمل كل شيء. وكثير مهم نطلع على الفوم اللي جوا. أيوة. لانه في نوع فوم مجرد ما اجت عليه اشعه الشمس بتلاقيه بيهدل بيتاكل. أيوة. فهي كثير مهمه. والله انا كان عندي وحده دحين اقول ليش تفتفتت من اساسها. تفتفت تماما. وبالنسبه للجلسات يعني احنا كثير اوقات نستثمر في جلسات نور، بعدين مع الشمس نلاقيها يعني يا تفكت يا بدات الخيوط ما ادري ايش يصير فيها، يعني انا عارف انها بتدوب، بس كيف تنصح ان نحافظ عليها؟ هلا شوفي، اول شيء بدك تشوفي اذا هي مثل بدها تكون بتقاوم الصدى. أي. يعني هي دائما بتلاقي مثلا بياخذوا بينزلوا بالاسعار فبتلاقيها بعد فتره الصدى صدت، ونفس الوقت كيف الشغل هذا شو بده يكون الماتيريال تبعه، يعني لازم يكون داخل فيه بلاستيك بس بلاستيك مقوى معالج ما بده فورا على الشمس. واكثر شيء لتعالجي دائما وقت ما بنستعمله خلينا نغطيهم، يعني بدل ما تكفيكي 4 سنين بتصير تكفيكي 6-7 سنين دائما، خاصه بضل هون بتعرفي الصبح بيكون الشمس بالليل ممكن ينزل مطر، يعني الطقس عندنا. بس تعرفي النور لما تروح الاماكن اللي تشتري منها الاشياء الخارجيه في الاسعار تتفاوت، في اللي يكون مره غالي، في اللي يكون حقيقي يعني سعره جدا مناسب. فهل انت تفضلي انه احنا نستثمر في شيء غالي ويكون الكواليتي احسن، ولا انه نقول خلاص كل سنه اغير الجلسه واجيب شيء رخيص؟ انا عن جد بفضل الكواليتي، لانه فعليا انت حتأدي فيها حتستمتعي فيها، وكل ما وبس غطيتيها انت عم تحافظي عليها، وهي اصلا لما بتكون مشغوله صح بتضاينك اكثر، بينما الكواليتي الاقل صدقيني بعد فتره بتحسي حتى لو داريتيها حتبين، حتطلع فيها شغلات حتتغير. احنا دحين حاطين كاربت هنا في الاستوديو كمنظر، بس انا ملاحظه كثير ناس صارت تحط حتى كاربت في الحديقه. صحيح. في الجلسه الحديقيه فايش نوع الكاربت اللي لازم نستخدمه، عشان على اساس انه كمان احنا اوقات يجينا حتى غبره فتتنظف بسهوله. صح، انا لهيك جبت هذا النوع اللي هو اللي بتحسيها هي معموله ماش نسيجي. أوكي. اللي هي اصلا مصممه لتكون للاوت دور. بتقاوم الشمس، المطر، الغبره، ايزي تو مينتين. في نوع ثاني اللي بيجي قش او فيه داخل فيه بلاستيك كمان حلو، بس انا بفضل هذه النوعيه اكثر لانه هي كواليتي اعلى وبتعطيكي اجمل من هذيك الثانيه. كمان بنفس الوقت قلنا لك ايزي تو مينتين وفيها كثير منها الوان، سو انت شو ما حبيتي لون قعدتك، انا صرت احب انه احط مع القعده الخارجيه بس بتعطيكي كوزي. ايوه صح. ايه. على طول يحط كذا يلم الجلسه. صح. خليها بيتوتيه اكثر. طيب نتكلم على الاكسسوارات، انت ما شاء الله جايبه نوعيه حلوه من الاكسسوارات. اول شيء جايبت لك الاضاءات. شوفي هدول مثلا، هدول سان كوست بتلاقيهم على السولر سيستم. حلوين. يعني انت اذا ما عندك تمديد قعدتك بالكون ما فيها كهرباء، هدول لحالهم بيشعلوا، بيشحنوا لحالهم من الشمس وبيشعلوا لحالهم دايركتلي هونيك على البطاريه اللي بتضاينك اكثر من يومين، وفيك تشحنيها بمده قصيره وكمان بتضوي لك المكان. والله ممتاز، عجبتني حقه السولر كذا، حتى صديقه للبيئه، يعني صديقه للبيئه، سستينبل اكثر. هلا هدول انا كثير عم حبهم لانه دائما بالعادات الخارجيه بتلاقي اذا ما كان مهندس ديكور عامل لك توزيع للاضاءه فانت محكومه باضاءه واحده، هي الاضاءه المتمدده لك هي ممكن على الحيط او من السقف اذا كنتي بلكون. أيه. فهدول بيعطوا جماليه. ما تحبي تحطي شموع برا صح؟ يعني تفضلي هلا فيك تحطي شموع، بس سارك اليوم حتضوي الشموع
اي والله ليش لا، لا امزح معك اكيد. هدول لحالهم بيضووا بيعطونا يعني ديكور حلو، انت قاعده جوا البيت ما بدك تقعدي برا، هن مضوين عاطينك فايبس حلوه لبرا صح؟ صحيح اكيد. بالنسبه للفيزز والاكسسوارات، انشاف انت جايبه هنا ورد، ومع انه ورد صناعي حطاه في الحديقه. يعني هدول انا جبتهم قصدت يكونوا صناعيين لانه ايزي تو مينتين، وبنفس الوقت اذا انا عندي تراس ما راح كل يوم اطلع انه نظفها اسقيها هيك، فهي بتضاين وبتعطينا لوك حلو. بس طبعا اذا عندك حديقه واوريدي زارعه فيها فانه بالعكس تروحي للطبيعي بيعطيك. هي مشكله انه اوقات يعني كثير من انواع الورود اللي نحبها ما تعيش في في البيئه اللي احنا فيها يعني، او في الجو الخليجي، فعشان كذا انا اوقات حتى زيك يعني اجيب اشياء الصناعية البلاستيك عشان بس تدي منظر حلو، الالوان حلوه. ايش في نصائح او مثلا اخطاء الناس دائما ترتكبها في قعدات الجنينه؟ هلا هي ما شوفي اخطاء بشكل عام، هي انت تكوني مثلا مالك منتبهه على الكواليتي، او مثلا بتجيبي شيء بتلاقي بعد فتره صده، بتلاقي مثلا حكينا على الفوم، يعني هدول الاخطاء اللي انا بحس انه لازم الواحد هو قبل ما يشتري يسال عنها شو التصنيع ويتاكد انه في ورنتي. يعني اتليست انه انت جربتيها شهر شهرين بين تطلع معك اخطاء، فلما يكون عندك ورنتي بتكوني انت سيف سايد اكثر. وهدول يعني، ودائما مثل من بعض الاخطاء لما بيكون عندنا مثلا تراس بدنا نعمل فيه قعده نتاكد من المساحه، لانه احيانا مثلا بنجيب قعده بتكون ما هي مناسبه لهذا البلكون فبتلاقيه انخنق، واذا قعدتك كبيره ما تجيبي كراسي صغيره. انا من هدول الجماعه الثانيه اللي اجيب قعده صغيره تكون هي في المحل شكلها حلو، بعدين اوديها تطلع نتفه يعني ما هي مبينه، ويبغى لي اجيب لها زياده اكسسوارات واشياء، بتحسي في نقص بالمكان. فلهيك دائما انه ناخذ القياسات الصح، وحتى لو مساحه كبيره اوكي نكبر فيها بيطلع افخم اجمل. نور، هل الانتيريور ديزاين بدا يدرج تحت التسويق الاونلاين؟ يعني صار في ناس كثير بدل ما تروح تشتري من المحلات تشتري صار اونلاين؟ اي طبعا اكيد. وخاصه القصص هيك الاكسسوارز الكوشنز هيك صار في ناس كثير بتروح تشتريها اونلاين، وبتقلك لانه اصلا صار في عندك اوبشن بالاونلاين على الويب سايت شوفيها از 3D صح، فبيعطوك الدايمنشن انت شايفتيها 3D، فحتى انا كديزاينر بتلاقيني احيانا بستعمل اونلاين يعني. ممتاز والله. يس. نور شكرا، تسلم على القعده الحلوه هذه وعلى النصائح والتبس. بس لازم نحكي شيء كثير مهم قبل ما نسكر. الطاولات هلا لنسيف ستورج ومساحه، لانه دائما بتلاقي بالعادات انت في حاجه ستورج، فتلاقي الطاولات اللي بيجي معها جريل وبتكون يا انه انت مشان طاوله ات ذا سيم تايم فيك تشعلي تعملي عليها جريل، او مثلا مثل هاي انا عندي جبت لك اياها لازم نحكي عنها سايد تيبل. اوكي ما شفتها هذا. بس من جوا هي ستورج ستورج يعني. فاني احط ايس عصير ات ذا سيم تايم فيني اقعد عليها، ف يعني صار في كثير عندنا حلول للاوت دور لحتى نعطي جماليه ات ذا سيم تايم فيني استغلها كمساحه ونسيف فيها ستورج. والله ممتاز، هذه فكره رائعه، وفي كثير ناس حتستخدم الطاوله اللي في النص برضه. صحيح. انه كستورج. شكرا لك نور، يعطيك الف عافيه، ونتمنى لك ايام في الجنينه ايام حلوة. وإن شاء الله جاية. فاصل أخير.